شيء بايدي صارت. يعني لك كل الوقت ضبط اعصابي. منى جاهزه؟ ابراهيم 99.99% انت ابنا. مساء الخير. من 15 يوم التقينا آخر مرة. اليوم معي هيدا المغلف. بقلب هذا المغلف في نتائج الدي ان اي، البصمة الوراثية، حتى نثبت بنوة غريتا. هذه الفحوصات انعملت بين منى وكل من أمال وإبراهيم وبطبيعة الحال غريتا. كل لبنان والعالم العربي يلي حضروا هذه الحلقة تعاطفوا وعم بيسألوا مين أب وأم غريتا البيولوجيين. غريتا بالبداية أنا وياك لما التقينا من 10 أيام كان عنا بعد اسم أم، احتمال إنها تكون أمك، وهي السيدة ابتسام مخول. كنا بانتظار معلومات من المستشفى. بعد شوي رح نحكي عن نتائج الدي ان اي وشو بين بخصوص السيدة ابتسام مخول. بالبداية خليني احكي مع أمال. أمال مساء الخير. مساء الخير. حضرتي الحلقة أنت كمان. أكيد. معنا ومع الكل. أكيد. كان في تعاطف كبير من الشارع العربي مع حضرتك، خاصة دموعك ووالدتك الله يرحمها وإنسانيتك، وكيف قدرتي تعين غريتا وتفهميها من أول لحظة. أنت كيف عشتي هالأيام؟ مصدومة لهلا وناطرة لنعرف النتيجة. وهم شيء غريتا، يعني بعدني مصرة أنه نحن معها على الآخر. إن شاء الله خير. فيما لو منى كانت أمك، حكيتيها؟ تعرفت عليها؟ اليوم التقيت فيها وسلمت عليها. إبراهيم مساء الخير. مساء الخير. حضرتك كنت متعاون جدا، كيف عشت هالأيام؟ بقلق وتلبكت. كيف يعني تلبكت؟ يعني اجاني شيء فكر فيه ما كنت عم اعمل حسابه. هاي واحدة. اثنين، بس تسمع في قضية إنسانية بدك تمشي فيها للآخر. صحيح. قلت لحضرتك أنا مع غريتا للآخر، وأنا بعتبرها صارت أختي من هلأ. لو شو ما كانت النتيجة بالإنسانية، وحتى أمال وحتى الست منى بعتبرها والدي لإلي بمقام والدي. خبرني عن الحجة حليمة والدتك، شو اللي عايشه؟ شو بس فلينا نحن من الرياء، شو قالت لك؟ أنا أمي وقعت وصاخني. يعني أنا بتحكي مع أمي هلا صوتها عم يرجف، قد ما هي موترة صوتها عم يرجف. يعني حدا عم يشلحك ابنك مش هينة. إحساس الأهل إنه ابننا رح نفقده ما بينوصف. سلامة قلبها الحجة. نحن بولا مطرح بنحب نكون سبب لأي وعكة صحية للحجة، ولكن نحن بموضوع إنساني في حقيقة لازم تكشف، في بنوة هذه المرأة نعرفها. هيدي البصمة الوراثية هي رح تكون الفيصل. نعم. هون عنا الحقيقة يلي ما اطلعت عليها كرمال سوى نطلع. يعني بينت الحقيقة. في الحمض النووي، تجربة الحمض النووي هي يلي بتفصل، بتعطي كلمة الحق. إذا أنت كنت ابن منى أو أمال كانت بنت منى، وغريتا يمكن تكون بنت السيدة جوزيفين الله يرحمها أو الحجة حليمة. نعم. الله يطول بعمرها. منى، ساندي وجيروم أولادك شو قالوا لك بعد وعرض أول حلقة؟ ناطرين. قالوا لك شيء لقليك ما قالوا لك غريتا؟
ما قالوا لي شيء لإلي لأنه كانوا عم بيداروني وعم بيغيروا لي المواضيع، وعارفين هن إني أنا موترة، بس هن شوي يمكن أولادي تعودوا لأنه نحن موترين من 4 سنين لهلا. هلا توترنا زيادة لأنه في حقيقة بدها تبين. صار في حديث بينك وبين جريتا؟ ايه صار، انه شو قولك يا ماما شو كذا، وجريتا قلت لها انا ما ببدلك بالدنيا كلها، وقالت لي امي انا كمان ما ببدلك بالدنيا كلها، ارجع على شو هالحكي خلص. جريتا اكثر من كلمتين ما اقدر احكي. اول شيء بدي اقول لهم مرسي كثير لانه كانوا كثير متعاونين، يعني انه عن جد كثير مرسي. لو وشفت اللي خبروك اياه هون انه هن قد ايه هن هال 15 يوم، نحن قلنا 6 سنين وبعدنا لهلا عم تتخبطوا. نعم، فهيدي اللحظه ما بعرف اذا رح نعرف او ما رح نعرف، بس تخيل انه اللي عاشوه هن نحن عشنا بعد اكثر، بعد انخرب بيتنا، بعد عايشين بصراع كثير بشع. انت شو يعني بتقولي بقلب هيدا الظرف؟ في جواب شافي رح يطمنك؟ ما بعرف، يعني ما فيني خبرك اللي انا حس، يعني الي كل الوقت ضبط اعصابي. ما في، انت بنتي خلص، بس ما بعرف ناطره. ايه ناطره، يعني ما فيني اقول لك قد ايه ناطره، يعني ما بعرف. امال عم تطلعي بهونا بكثير من ال يعني يمكن الماما لو كانت خليني أقول لكم أنا شعوري من وقت ما التقيت فيكم وصورت هالحلقة، أوقات كتير منعيش كذبة بحياتنا، منعرف الحقيقة بتريحنا الحقيقة بتطهرنا الحقيقة، بس بحالة جريتا عندي كتير تعاطف على المستوى المهني وعلى المستوى الإنساني، لأنه أصعب شيء إنه الإنسان يكتشف إنه حياته كذبة. وتعاطفت معها أكثر لما حسيت إنه جريتا عندها هم من أول يوم قالت لي ما بدي أخرب بيوت الناس، ولا بيت أمال ولا بيت إبراهيم ولا بيت ابتسام ولا أي بيت. شعرت معها إنه الناس يمكن يخمنوا جريتا أنانية، أنا بقول أنت منك أنانية، أنت عم تعملي شيء نبيل بحق حالك. الإنسان بيعيش مرة واحدة، أقله يعرف هذه الحقيقة، يعرف نسبه أصله وفصله وأمه وأبوه، شو ما كانت النتيجة وشو ما كانت هويتهم. أنا مستعد أفتح النتيجة أعرف معكم شو بيتضمن هذا الظرف، تجربة البصمة الوراثية أو الحمض النووي. منى جاهزة؟ جاهزة. أمال جاهزة؟ معك يلا. إبراهيم؟ أنا ناطر. ناطر؟ جريتا؟ رح أفتح. أمال من البداية ما كان عنا أمال كبيرة بأنه تتطابق النتيجة بينك وبين السيدة منى بسبب فئة الدم، لأنه لازم تكوني أو بوزيتيف تتكوني بنتا لمنى. بس بكل الأحوال قلنا الطب هو الفيصل، هو اللي بيحدد، والنتيجة بإيدي صارت، والنتيجة قدام عيني. قبل ما أقلك إذا أنت بنتا لمنى بديكم تطلعوا ببعض لو سمحتي، طلعي فيها. شو؟ بقول النتيجة؟ ايه يلا. لو شو ما كانت؟ نتيجة فحص الحمض النووي 99.99% أمال أنت
مش بنت لمنى. هلا صارت بنته. يمكن صار عندك ام تانية على الارض هي منى. مش غلط. يعني منى صار عندك بنت حنونة. اللي عملتيه انت يعني شيء كثير عظيم بالنسبة لإلي. مشينا غير ما نكون مع جريتا ولا. يلا هلا. رح انتقل إلى نتيجة إبراهيم. منى كان عندك آمال كبيرة، قلتي لي بيشبه خيك. جريتا شبهته. جريتا قالت لي إنه بيشبه خالي. معقولة حليمة أنا... تكون أمك ومنى تكون أم إبراهيم؟ أنا ما بعرف. إبراهيم شايل. أنت شو بتحسي؟ أنا هاي نقطة ضعفي بالحياة. بحس كل مرة كبيرة بحسها أمي، وهي خصلتي. بس شوف مرة كبيرة بعيط لها يا ماما، مش إنه أنا ما عندي أم، بحبها قد الدنيا لأمي. رح تقدر تقلها لأمونا علي يا ماما؟ في ما لو؟ من هلأ، من هلأ. إن كانت النتيجة بوزيتيف أو نيجاتيف أنا بعيط لها يا ماما. جريتا، من بعد ما قرينا نتيجتها لأمال ما في تطابق. هيدي الورقة الأخيرة اللي عندي إياها، ورقة إبراهيم. لهلأ شو قولك؟ رح أفتحها، رح أفتحها. إبراهيم حمود. تفضل. هيدي النتيجة. إبراهيم حمود ابن حليمة منذر، مواليد 30/4/1977. صحيح. بغض النظر شو كانت النتيجة، الموقف صعب سواء على إبراهيم أو على جريتا. حسب البصمة الوراثية، اختبار الحمض النووي الدي ان اي يلي اجريته، ابراهيم 99.99% انت ابنة ابراهيم 99.99% انت ابنة لحليم. كتر خير. وانت والدتي صرتي الثانية. جريتا خيب املك، خيبة امل. شو؟ رح نعرف مين امك وبيك. لو لاخر نهار لاخر ثانيه بدي اعرف انا مين امك وبيك. وكل من كل من انسان يقدر يساعدنا بدنا نقصده ورح نلاقيهم. هلا صار بدي لاقيهم انا اكثر من قبل. جريتا، فيما يتعلق باسم السيدة ابتسام مخول، نحن حافظنا على اسم المستشفى لفترة طويلة لأنه الهدف مش التشهير ولا الفضيحة، الهدف إنساني. مع أنه في إذا كان في خطأ، خطأ لا يغتفر فيما لو كان موجود بالأصل. لقينا باب المستشفى، رحت لعندهم، كانوا متعاونين جداً، فتحوا كل السجلات والملفات. ابتسام مخول اسم منهم. هذه السيدة درنا نحصل على الاسم الثلاثي بمستشفى اسمها ابتسام نبيه مخول. ابتسام أنجبت بنفس اليوم يوم مولدك، وصلت على المستشفى 30 نيسان 1977، وصلت إلى مستشفى الساعة 11:30 صباحاً، ودخلت إلى غرفة العمليات الساعة 2:00. أنجبت وبقيت بالمستشفى 3 أيام. كانت حالتها حرجة،
كانت عم تنزف، حرارتها وصلت للأربعين درجة، ومن بعد ثلاثة أيام خرجت من المستشفى، أخذت معها مولود ذكر. ابتسام ما كانت مريضة بالمستشفى، يعني ما كان عندها ملف بالمستشفى، ما كان عندها طبيب عم بيتابع حالتها، أنجبت على يد أحد المتدرجين بالمستشفى، وبالتالي ما كان في معطيات إضافية عنا غير يلي خبرتكن عنهن. اسمها الثلاثي ابتسام نبيه مخول، فئة دمها بي بوزيتيف. بالختام بدي أشكر مستشفى الرومية اللي تعاونوا معي. أنا اليوم مضطر أذكر وين صارت الحادثة. الحادثة صارت بمستشفى الروم، لأنه غريتا بحاجة إلى إجابة دامغة لتعرف هي مين. عندي نداء ورسالة، أنا فتشت على الاسم الثلاثي، مشكورين الوزارة، وزارة الداخلية اللي تعاونوا معنا، كل إنسان قدر يساعدنا. نحن بحثنا كتير، دائرة الأجانب، الفلسطينيين، الوفيات، السوريين، اللبنانيين، حتى بسوريا وفلسطين، بكافة الدول يلي فيها عائلة مخول. اسم ابتسام نبيه مخول غير موجود. كتير منيح. الاسم منه موجود أبداً. هالشي بيفتح احتمالات كتيرة، ممكن تكون السيدة أنجبت خارج نطاق الزواج، أو أعطت اسم مزيف، أو استخدمت اسم تاني كرمال الضمان. احتمالات كلها موجودة. هدفنا واحد، فينا نحافظ على سريتك. أنت مطرح ما كنت موجودة عم تسمعينا، لو سمحتي، أنت عندك بنت هون اسمها غريتا، إذا ما بدك تحضنيها وما بدك إياها، بس حكينا على هذا الرقم حتى بعيداً عن الكاميرات تتعرف هي غريتا ترتاح، ونوصل إلى هذه الهوية الضائعة، نقدر نوصل لابن منى الضايع. يمكن هو معك، يمكن تخليتي عنه، بس الحقيقة واحدة موجودة عندك أنت. إذا عم تسمعينا تواصلي معنا، بتمنى تواصلي معنا. غريتا آسف لأنه خيب ظنك، آسف لأنه كان عبالي يكون عنا خاتمة سعيدة، ولكن هذه الحياة. إذا قلت لك بكرة في عنا يوم جديد تصوير نروح حتى نبحث عن حقيقتك، مستعدة؟ أنت وأنا؟ أكيد. منى مستعدة؟ لآخر العمر. أنا ما في شوف أنا بنتي دموعها عم تنزل لآخر العمر. لكل من تابع هذه الحلقة، كل دمعة نزلت من عين منى وغريتا وأمال، وحرقة قلب إبراهيم، ويمكن دموعه بعيداً عن الكاميرا، نحن رح نكفي. هذه القضية لن تغلق اليوم، رح نكفي مع غريتا حتى نتوصل إلى الحقيقة، الحقيقة الكاملة. نحن بانتظار أي معلومة تتعلق بالسيدة اللي أنجبت بمستشفى الروم على اسم ابتسام نبيه مخول. انطرونا بجزء ثالث من أنا مين.